اول حاجه غتحيدي غتخرجي من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما بغيتش نشوفك. ثاني حاجه ما بغيتش نشوفك كتهضري مع شي واحد. سمع هضرتي مزيان. ثالث حاجه غتعيشي معايا في الكادير. ما يخصك ما يحتاج شي خير. الو قلت شي حاجه فيها العيب معايا؟ ما قلتش شي حاجه فيها العيب. مرحبا اختي عمري اختي. انا ملي تبعت كلامه وتبعت على الخميسات وقال لي العصا عليها في الخميسات وبيت الخميسات راه وليت كنبوس اليدين وليت كنبوس الرجلين. الله يكبر بك اختي تحياتي. نزار ما عرفتش بالقيمه ديالو. اه انتم اصلا ما كانش كيعجبكم الحال ملي كنت كطيح من القيمه ديالي. لا راه تما كنتو كتعايروني. تحياتي اختي. حتى دابا انا ماشي غنتقم منه ولا شي حاجه. ما دارش هادشي غندعيها قضائيا. وتا دابا انا بغيت ندعيها قضائيا راه رابحه. اول حاجه شو الاتهامات اللي وسمعينا انا دا. من ما تضحك وتقول القانون غير مسالي ليك انا غنفكرك راه نهار تضربت ميسات بطبيعه الحال على قبلك انت لحقاش عيرك وشدات من نفس من جيت ورجعت لهم راه جوج ديال الامن الوطني جوج الماطر دوك السقور سميتهم السقور راه 6000 واحد كيتفرج فينا دابا الحمد لله جوج الماطر وجالسين كنقلبوا في الخميسات على هذوك اللي ضربوني في اقل من 24 ساعه شدوهم القانون راه داير خدمته ولا عليه خط علينا القانون اذا كونسونطري معايا في هاد الهضره الا بغيت ندعيك الاتهام الاول هو انك سربتي المكالمه اللي كدوز بيني وبينك واش هذا الثاني انك كرفصينا الدري هو دابا عاد صحاح وزين في وجهه انت عندك شو عندك تهمه ديال الاختطاف كنت مختطف السيد المهم كمل لي يعني الاتهام الاول هو انك تسربتي المكالمه ديالي داس بيني وبينك مع انك ما عندكش حق تسرب بها وهذا راه فيها بين 6 شهور حتى العام ديال الحبس الاتهام الثالث انك السيد كان بميكتو ورجعتي للبوشونة وسمحتي به على هاد الملولي والله العالم كمل لكم ولا بلا ما ندوي على ديك الغرامه الماليه والاتهام الثاني هو ان هو ان اتهمتني بواحد الاتهام اللي ما درتوش اتهمتني بانني انا كنهضر مع شي وحده مع شي وحده ضرب معها 5 سنين مع انها كانت في اكادير واتهمتني بانني كنت ميساج انا وياها مع ان ما عندهاش شي دليل بانني كنهضر انا وياها كيهضر مع هذيك اللي ضرب معها 5 سنين وهاد الفيديوهات راكم انتم شفتوهم بعينكم فينا من الفيديوهات فينا من الاوديوات واش بيني وبينكم دابا انا هضره بيبليك ما كيحملهاش كون كانوا عند الاوديوات واش غتسكنهم والله تتلوحهم بالله باش تضحك عليكم وتقول لكم الا بغيت نخليهم في المحكمه هادشي غادي يتابعني قضائيا غادي نتابعك انا علاش سرتي المكالمه ديالي باش كون كانوا عندك زعما غادي تخبيهم والله تتسر بهم بالله وانا اللي سبتني انا اش دخلني انا اللي سمحت لي انت راه ما غتسمحش لها اقسم بالله انا اللي قلبتي عليا والله سنعفط على رايبي تخرج جميله والله ما تبعدي مني انا عارف كتشوفي هذا اللايف هذا دخلك القنيه القرده والله يا قرده وما تبعدي مني شوف عندك يدور العدو سبات لي والديه راك سمعتي يا نزار سمعي نقول لك تنقسم لك بالله وما تبعدي مني تنعفط على رايبي تخرج جميله واش راه مازال ما هضرتش راه الختالة عندي راه شي حوايج عارفهم الا مشيت قلتهم للبيبليك اقسم بالله الا وليتي هضرتي في السوشيال ميديا واش بعدي مني انا تفرقي عليا والله الا تنعفط على رايبي تخرج جميله انا تنتبرى منك هذا اللي تيسع انا منك لراجلك ها هو بغى يمشي عندك ها في اللايف دابا ها هما قدام الناس تمشي للخميسات تمشي للخميسات عندها ما عندي من راهي تندورو دابا في اللايف ما عندي ما ندير بالخميسات بنت ما عندي ما ندير بالخميسات دور في اللايف خوت الله يرحم الوالدين ياك دابا انا لايف اقسم بالله ويقول دورني للخميسات لا ما درتش دابا في اللايف حتى للخميسات راني ماشي راجل اقسم بالله سندير الخميسات ما باغيش يمشي انا ما عنديش دخل انت وراجلك بيناتكم ما تعاودش تدخليني وتسميني انا تنقول لك انا راه ما عندك ما تصوري مني حيت الفيديو اللي خرجتي فيه وديك الهضره اللي خرجتي الا مشيتي لعبت معاك انا راه صفتك انا صفتك للحبس ديك الهضره اللي كتقولي اما انا راه ما تصوري مني والو ما سمعتي انا مشيت كتقول لهم انا ولا صيفطوا الحبس دالي راجلي شنو هو شنو تقولي شنو الهضره راه قلتي راجلي راه راجلي هذا ندي هنايا السيد قالك جا عندي شوف دابا خوتي الفقصه اللي فيها قالك جا عندك ما تدخلوش علاش باش نزار مسكين يبقى يقول كي حماق ويرجع كيركب لعندها واش دابا هذه هضره جا عندك علاش يدخلو ما تدخلوش عندك ها راه ما يمكنش راه حق راه هادي ما ندخلوش باش هو مسكين ما يلقى فين يمشي ويرجع لعندها فين شتي هادشي
كيف ما سمعتوا راه الهضره اللي كنهضر بصح كيف ما كيف ما خلينا نهضر معك بلاتي عقلت طلعتي الطالوني وقاسك تقول لك بوس بوس اليدين بوس رجلين ما ديك ما ديري بها داك ما ديك ما ديري بها داك وقاسك ساكت حتى انا راه ساكت انا ما سبيتهاش وما سبيتش راه هي شبتني كتبرى منها كنقول لها بعدي مني انا شو قلت لها خيري صح عطيت تيسع منك راجلك ولا بغيتي ندير لك الخبيسات انا ماشي كنسبها الاخر راه سبك انا راه ما سبيتكش انا ما نسبهاش انا احتراما لك ما بقيتش نسبها انت راه بحال خويا عارفين فين عايشة انا ماشي غدار انا هي سبات البارح انا وياك شبعات فينا السبان ما عيطها لك ما خرجتش في السبان كتقول لك انت كتعيط لها انت اللي عيطتي له عيطتي له باش ما بغاش يهضر معاك وانت ما خليتيهوش في السبان الشريف بلا تنجم راه هاد المرات اللي كتهضر عليها راه باغا تدخلني للحبس باغا توسخ الصوره ديالي مع البيبليك فهمني اخويا واش هادي مره اللي طالعه مع الطالوني وجالسه كتسب فيه وما خلاتش ما خلات فيه غير 100 نسا وجالسه انا جالسه كتهضر وكتضحك وبالزبالات فتحات الاسرار الزوجيه اللي بيني وبينها الطالوني قالت لها رجل التاسع ديالي زار عوجه فهموا من عندكم ماشي هي اللي قالتها ماشي طالوني لا بلاتي لا بلاتي الطالوني قالت راه اللايف راه كاين قالت لها دابا انت واقيلا عاجبك رجلو الثالثه وقالت لها عوجه ديك رجل الثالثه قالت لها غاسكتي راه ديك رجل عوجه بغات تضحكي فيا الناس نضر طيحي لي من الرجوله ديالي ها انا عندي عوجه انا اش كتقول انا والله الا كثرت الهم كتضحك انا ما باغيش نخرج اسرار الزوجيه لانني الا خرجت الاسرار الزوجيه راه انت اللي غتكوني خاسره انا راه الحمد لله راه معمرني شوف باقي بميكسي راه باقي مو الموتور ديالي راه باقي خدام اما تكونوا فاهمين ما جيتش توسخ لي الصوره ديالي انا وباقي حد الان انا راه ما كنخرجش الاسرار الزوجيه اما باش نفهمك هذا معاكم ويلي على ندى معانا الله يسبع لك واحد ويلي على ندى معانا اخويا هذيك الدريه لاصق خطيح ديال الكوافير وهانتوما اللي ما تيقش غادي يمشي للصالون ديال بابر ستار كلوب راه لاباج ديالو راه كاينه بابر ستار كلوب 101 ديك الصالون دو كوافير غادخلوا تلقاو السكرتير كاينه في البيرو هي اللي كاينه هي اللي كانت كدور فاش كنا كنصوروا الفيديو وعندي فيديو ديالها ولكن قبيله عاد دابا كنا عند كوافير تلاقاتني قالت لي عافاك كنملوا لي راه ما باغاش نبان في شي فيديو سيرو كنت غادي ندير معاها فيديو نقول لكم ها هي الدريه اللي بانت في الفيديو ديالنا هذيك الدريه خدامه في صالون دو كوافير ميكس ديال الدراري والرجال ديال الدريات والدراري بانت في الفيديو ديالنا حنا ما ردينا لاش البال قال لك راني هذا معاكم كتمثلوا علينا وانتم كتشوفوا دايره لايف في الخميسات مع الدراري الشكوحه معاها والشكوحه حتى ما كيكذبوا هي في الخميسات حنايا في كازا دابا حنا في بني ملال وين الطوموبيل يشوفوها فين كيشوفوا الطوموبيل ها معنا شي حد في الطوموبيل فينايا وكانت كره معنا وقال انا كان اللور وانا هذا خرجي لا حيت دابا شي وحدين كيبغيو اتاكيو ديك شي بهل ديك شي حامض علاش نمثلو حنا ما كنمثلوش حنا هادشي راه واقع حنا هادشي راه واقع واش تخرج لورا فاش غادي يفاريو بعضياتهم راه تشوف هادشي كامل بغيت يتسال راه كاينه علاش نمثلو نديرو هادشي كامل واش انا متلو سبالو مو في ميساجات ويلي شو وليد غندخل انا في التمثيل كاينه شي الهضره هادي لا حيت دابا ما عرفتش شكون اللي نقول لهم راه هي نادا جالسه ها واش دار هي السكرتيره ديال الصالون نقول لها حنا سيري بحال خرجي من الصالون انا مويو انا دابا نقول لك هذا انا الا ما رجعتيش لدارك دارك كاينه في اكادير غادي ندعي قانونيا عدم اطاله الزوج قول لك اللي كاين راه المراه هي اللي كتبع راجلها ماشي الراجل هو اللي كيتبع المراه واش انا قلت شي حاجه فيها العيب هي اللي هربت مشات الخميسات انا ما كنعرف حتى شي واحد في الخميسات الخميسات انا بليزير مني بينتها ما كانتش معروفه بينتها خلاص ديال الخميسات ناس زوينين وناس نقيين ودراوش احنا وصلنا بلي ملال راه نتوما اللي كتعايروني كتقول لي راك ما راجلش انا ترجلت تبعت النصيحه ديالكم اشنو دابا غتعايروا تقول لي سير رجع لا لا سير رجع مدلول ابلاتي الا كنت نتوما ما راضيينش على هادشي اللي كندير فيه فراه كتقول لي سير رجع مدلول عاوتاني وسير بوس اللي ديال الرجلين ما صافيش خدمنا بني ملا صافي قطع اللايف قول لهم السلام عليكم يلاه السلام عليكم السلام عليكم